هذا واجب كل فرنسي على وجه الأرض. دادي تيتي دادي دادي يا أسيادي دادي بالصالحين دادي بالزيتون والتين دادي يا فرحتنا دادي تتملقاني قبري قلبي هوي هوي يا طول يا طول هو هو القمح بالعدود او هو تيتي مشيت او هو ضحك قالون إلهي ما يبلى ولا يتخها صوت وعقبال ما زلغت لك بعرسك بجاه سيدي ربي لحياتك يا ست الكل انت خلوه يا زماني افرح فيكي وبعمك حمزه قبل ما اموت تيتي ليه عم تحكي هالحكي وتحكي علينا فرحتنا تقبري قلبي ان شاء الله بتعيش العمر كله وبتشوفي اولاد ولاد معلش لك انا مالي مسد اعيوني عم بمشي لحالي بدون ما حدا يسندني دخيلكم والله مالي مصدقه حالي مالي مصدقه يا عمري انت قلت لك ما في شيء كثير على الله الحمد لله هذا اكيد عمي حمزه والله اللي يطير عقله لما يشوفه وليه على طولي تعبت رجليه ونشف حلقه وهو رايح من مكان لمكان لحتى يلاقي لي دواء يلا يلا وينكم إلاء إلاء أنا بحلم ولا بعلم يا جماعة أنا بحلم ولا بعلم الله أكبر أم العباس عم تمشي إيه ولد قلبي عم بمشي على رجلي إيه ماني بصدق عيوني يا مو ماني بصدق عيوني صدق عمي صدق الله أكبر الله أكبر غمرتني بعطفك يا الله غمرتني بحنانك يا ربي ألف شكر لك يا الله الحمد لله قال خالتي ام حسان بهالمناسبه السعيده لازم نعمل لها مولد لتيتي شو مولد عمي شو مولد لك قوي قلبك وقولي الف مولد قولي ذبايح على عرض الحاره الف شكر لك يا ربي الف شكر لك يا ربي تعي يا مو تعي الف الحمد لله تعي تعي اعطيني ايدك امي خليني امشي حالي امشي يا مو امشي شو ان شاء الله ما بتبلي والعمل يا مريم اذا على قولة عمك ابو مرعي بيت الكولونيل محصن بهالشكل مو قدرتنا نفوت هيك فوت بنوب طب ما في شخصيه غيره نقدر نبادل فيها على ابوكي هذا اتقل واحد بالوقت الحالي لان راني حصته بالشام بلقمه وفظعته بعدين هو اللي اسر ابوكي ايه بعرف الظاهر بعد مو ابوكي محاول يفوت على بيته الزلمه محطاط منيح المهم شو بدنا نعمل لازم نفكر بحدا تاني يكون مهم مثله كمان شلون وكيف هلا خلينا نشوف عمك ابو مرعي شو رح يرد لنا خبره وعلى اساسه بنتصرف لك صحي لك مريم لأمتى بنضل عم نكذب على أمك؟ والله مستصعبت لك أختي والله خايفة إلا تقوم ما توافق وتخربت علينا السيرة كلها معقول ما توافق إنه نساعد أبوكي؟ أكيد دا تخاف علينا وما رح تخلينا نعمل شي ولو لك أختي لازم نقلها الحقيقة أهلين يا ماما من ايمتى انت وياها عم تخططوا وتشتغلوا من ورا ظهري؟ نحن؟ لا تلفوا وتدوروا سمعت كل حديثكم والله مو قصدنا نخبي عليك او نعمل شيء من ورا ظهرك مزبوط يا مو هلا كنت عم قلها لاختي مريم انه لازم نقول لك الحقيقه صدقيني كنا خايفين عليك وعلى بطنك مشان هيك فكرنا ما نحكي لك يا مو الله ما طعمنا اخي دافع عن ابوه ونحن بنات ابو طالب بيرضيك نضل هيك قاعدين وساكتين انت بيرضيكي كل الناس عم تركض بايديا ورجليا للطالع ابو طالب من السجن ونحن بناته اللي من لحمه ودمه قاعدين عم نتصفهم ببعض لا امي لا ما بيرضيني بس انتو بتصرفكن هذا حسستوني كاني انا مو رايدي ابوكن يطلع من الاسر
مو قصدنا هالشي امي، ونحن بنعرف قديشك بتحبي لامي، بس والله خبينا عليكي لانه خايفين على صحتك. معلش امي معلش، مهما كان ما بيصير، كان لازم تستشيروني تاخذوا برايي. انا امكم خفنا ما توافقي. يا لك ليش يا عم، وليش حتى ما وافق؟ ان شاء الله مفكرين اذا انا ساكته يعني نسيت جوزي وحبيبي وابو ولادي وجسر بيتي. لك انا مستعده افدي بروحي. وحياه عيونكم هالحلوين ما رح يهدى لي بال لحتى يطلع ابوكم من الاسر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا ميت، اهلين وسهلين. مبروك شفاء الوالدي. الله يبارك فيك عم يا ابو عزيز. يعلم الله فرحتنا، مو عاطينا لحدا بهذا النبأ السار يا ابني يا حمزه. خليني اياك شيخي. الله يمد بعمرها وديما فوق راسك. الله يعزك يا رب. عمي حمزه، طالما الله عفاها فلازم تاخذها الحج بقى. باذن الباري، بركي السنه الجايه رح بطلع انا وياها. يا سيدي اذا راحت الوالدة على الحج مشي على رجليها من هون لبيت الله الحرام مو كتير. اي والله، الله يتعمى زياره النبي. وحياة الغوالي، فرحتنا ما بطولها شمال يا معلم. الله يخلينا اياكم، وهذا الحمد لله كله بفضل رب العالمين الحمد لله. المهم يا جماعه، بكره الكل معزوم لعندي على العشاء على بيتكم الصغير، بتشرفونا عمي. كفو. الله يكرمك. كفو كفو، الله يديم البيت واصحابه. بتستاهل الحجه كلها الدلال، بتستاهل. يلا تمام على خير. يلا سلام على بركه الله. سلام يا عمي. سلام عليكم يا شباب، كلفناكم الله معكم بالسلامه. صبوحي امرك معلم. الله يرضى عليك، بتروح لعنا بتوقف على باب البيت وشو بدهم الحريم بتلبي فورا. ها ابشر معلم ابشر. صبوحي دير بالك، ها هون ولا هون؟ يلا. وخالتي ام حسن صارت بارض الديار وعم تجلى حملايتها. الحارة الأصلي ما سكت بنوب، لأنه الشاب الثاني اللي برات الحارة هو اللي اعتدى عليه، قام شال الشبري تبعه معلم، قلب قلبتين هيك بالهواء وقدحه، شال خمس لوس بضربة واحدة. قام هداك الثاني كمان ما راد يسكت، قلب قلبتين بالهواء وقدحه وشال كمان وبلشت هاد. ولك شو صار بالشاي؟ يلا جاهز. هاي أحلى كاسة شاي لأحلى معلم. أبو العباس يا ابو العباس، حق 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 يا ابو العباس. شو صار؟ عاول الحريم الوالده مدري شو صاير لها. ظهرت بنت الملك يا لخنا، اصبع يا سلامه. جوزك وافرح فيك وشوف اولادك على حياه عيني، وكل عضه كوسايه وبصير عمرك 18 سنه. يو يخزي العين، قل هو الله احد، بيقول المثل ما بيحسد المال الا اصحابه. لا يا حمزه لا، عم تبكي؟ لا يا ابني لا، انت هلا رجال البيت ولازم هيك تكون قدام الناس. اصحك يا ابني تبكي.
لازم بتكون قوي. سمعان؟ أمي خليني أمشي لحالي. أمشي يا مو أمشي. على مهلك يا مو على مهلك. لا يا عباس أخوك صغير على هالدعكة دخيلك. يا حاسة حالي رجعت بنت 16 سنة. الله وكيلك. عم بقوز أمس بأرض ديارة بتقول كأني مارة. الحمد لله يا مو الحمد لله. إيه والله الحمد لله وألف الحمد لله. أنا ما صفي لغيرك بهالدنيا يا ضو عيون مشان تنور لي أيامي الباقي. ريحة الغالي انت الثاني ابو بعدين اخوك يا وحيد يا وحيد. سلمي على أخي وبيا. الله معك. كسرتي لي ظهري. كسرتي لي ظهري يا عمي. قومي يا قلبي بتعب من الشام أنت. قومي قومي يا حنوني قومي. كسرتي لي ظهري يا عمي. كسرتي لي ظهري يا كسرتي لي ظهري. روحي الله معك. الله معك يا غالي. الله معك.